السلام عليكم، صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح الحب والسلام. استدراكا لفكرة إن إحنا نبقى مجتمع ناجح، مجتمع كويس، مجتمع إحنا نفسنا حاسين إن إحنا سعداء وإحنا عايشين فيه. إزاي ده هيحصل؟ أنا قلت قبل كده الأساس الفرد. لو إحنا كل الناس اشتغلت عملت اللي عليها، كل واحد عمل دوره الصغير قوي بدقة وبحرفية وبكل المهارات اللي المفروض انه يعملها، الصغير ده مع الصغير ده مع الصغير ده، هنلاقي كل حاجة بقت في مكانها. ازاي؟ يعني الراجل سواق الاتوبيس هيسوق الاتوبيس صح، فيوصل في المحطة صح، فياخد المدرس للمدرسة بتاعته في الميعاد، وياخد الدكتور للمستشفى بتاعته في الميعاد، فالدكتور يبقى في مكانه يعمل العملية في وقتها، والمدرس يدي الحصة في وقتها، وبالتالي العيشة حلقة الدوران دي الساقية اللي دايرة دي تبقى دورة الحياة، دولاب العمل اللي بيتكلموا عليه ده يبقى حاصل في وقته، وتبقى من جوانا كلنا شايفين ان احنا بنعمل اللي علينا. تاني ليه؟ فاكرين في مثال بتاع راجل كده، فيلم كان معمول، انا بصراحه مش فاكر اسم الفيلم يعني، بس هي قصه حقيقيه حصلت في امريكا. وانا ما بحبش اخد القصص والعبر بشكل شخصي، ولكن هي بكل اسف يعني بما اننا بنتكلم فهي حصلت فعلا كده يعني. هي حصلت في امريكا. واحد بيشتغل في الاف بي اي، جاله اوامر من البيت الابيض اللي هو رئيس الجمهوريه طبعا، اعمل كذا. الراجل شايف ان الشيء ده مش قانوني ومش دستوري، قال لا مش هعمله. ازاي مش هتسمع رئيس كلام رئيس الجمهوريه؟ ايوه مش هعمله. ده فين ده؟ ده في امريكا. طب يا جماعه انا عايز اسال سؤال بس، هل احنا متخيلين ان هذا الرجل كان وهو تلميذ صغير بيعدي في الامتحانات بالغش، وبعدين كان بياخد دروس خصوصيه وما بياخدش حقوقه وما بيديش للناس حقوقها طول ما هو تلميذ، وطول ما هو راجل في الجامعه، وطول ما هو موظف صغير كان بياخد رشاوي، ولما كان بيروح شغله بيروح متأخر، وبعدين لما بقى وفجأة كده لما بقى هو الكبير قوي بتاع الاف بي اي، فجأة طلع له ضمير، وعشان الامر جاي له من البيت الابيض بدأ يراعي ضميره. ناخد بالنا من الحتة دي كويسة. يعني ايه؟ يعني زي ما بنقول يا جماعة كل واحد المفروض انه يراعي ضميره في الحتة الصغيرة اللي هو بيعملها. اعمل شغلك انت بدقة شديدة جدا، واطلب من ربنا وسيبها على الله بقى ان المدرس يربي ابنك بطريقة سليمة صحيحة، وانت تمرجي في المستشفى اعمل شغلك باجتهاد بشدة، ولو انت راجل المفروض انك تنظف الشارع اعمل دورك باجتهاد في انك تنظف الشارع وتعمل اللي عليك. ما تبقاش بتعمل الصح علشان الريس شايفك، رئيسك في العمل، ما كانش على الريس الكبير اللي في حاله يعني، رئيسك في العمل شايفك فتقوم تعمل اللي عليك. انا واقف مدرس في الفصل عمال اعمل وابدع وتقلي عشان شايف ان رئيس القسم شايفني، ولا المدير، ولا مش عارف بيسموهم ايه، مش فاكر بصراحه يعني، اللي هم الناس بتوع التربيه والتعليم يعني، جايين بقى يشوفوني وانا بدرس، فابقى بدرس بضمير قوي، ولما يمشوا يبقى كل تركيزي في ان انا عاوز الدروس الخصوصيه. ما ينفعش، استحاله استحاله. ليه؟ لان لو احنا هو ده المجتمع، احنا ما بنعملش اللي علينا ومحدش بيراعي ضميره، فلما هناخد من الناس دي، قمنا بثورة وشلنا الراجل القديم بقى اللي هي الحكومة القديمة، هنجيب منين ناس عندها ضمير تدير البلد؟ ما هو احنا كلنا ما عندناش ضمير يعني، المجتمع كله الضمير ده تدريب، انك تعمل الشيء صح وتراعي حقوق الناس وتعمل اللي عليك وتدي الناس حقها وتاخد حقك بس، ده تدريب، مش شيء هيحصل لك فجأة لما تبقى وزير. والدليل على كده انك ممكن تلاقي وزير يتقفش بيسرق وهو لوحده يعني. انا لما اسال لما نقول مثلا ايه مسكوا اي وزير، انا مش عايز اتكلم باي وزاره على فكره، انا مش بتكلم على بلد معينه ولا اي حاجه، بس احنا بنتكلم مجتمعات عاوزه تبقى احسن، تمام؟
فلو احنا النهارده بنقول ان مثلا في وزارة الصحة او في وزارة التربية بيحصل في سرقة، وزير وقضاء الوزارة بيسرق، طب والممرضين ملائكة والدكاترة واللي هم التمرجية وعمال النظافة بيعملوا اللي عليهم كويس زي الفل؟ لا طبعا، استحالة. لو احنا ربنا ولادنا، يسؤني جدا ان ام تلاقي ابنها كان بيعيط علشان ما عرفش يجاوب في الامتحان، علشان هي ما قعدتش تراجع معاه. على فكرة دي تجربة حقيقية يعني، هي ما قعدتش تراجع معاه بالليل، او هو مرضيش يقعد يراجع فما ذاكرش، راجعش بالليل، فصبح في الامتحان ما عرفش يعمل يعني فقعد يعيط. فلما خرج ده قعدت ما بصيتش فرقة اللي جنبك ليه. كل اسف كلنا بنعمل الغلطة دي، عارفين زي المثال كده اللي هو بتاع ان انت بتدي لابنك مثال بالقدوة، انه اتصل يا عمو بابا مش موجود. طب ما يعني انت بتعلم ابنك، عارفين احنا المثال ده وكلنا بنقوله وكلنا بنعيده وكلنا بنعمله. مش هينفع ان احنا نبقى مفكرين ان احنا هنغير بلادنا ونبقى فجأة احسن من معرفش انهي بلد، احنا هنبقى اجدع من ما. منين يا سيد الفاضل؟ لو انت متخيل ان الموضوع هيجي بمعجزة تبقى بتحلم. ليه؟ لأن أنت لو جبت الراجل لابس عباءة الدين هتلاقيه هو عايز يجيب كل أصحابه علشان يبقوا، ليه؟ لأن هو أصلاً وهو بيعمل الدين كان متربي على كده. ولما هتجيب الراجل بتاع اللي معرفش حزب ما معرفش إيه الوطني ولا حزب إيه اللي معرفش العدالة ولا حزب، كل واحد جاي عاوز يجيب كل أصحابه، يعني هنفضل نعمل إيه بقى؟ إن إحنا مشينا واحد فنجيب واحد تاني مكانه عاوز يمشي كل اصحاب الاولاني ويجيب كل اصحابه هو، وبعدين يشيل كل ونفضل كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل كده. وكل ما بنغير احنا بنغير صور بس، ما بنغيرش كفاءات. ليه؟ لان انت بتشيلني، بتشيل واحد انت متخيل ان هو مرتشي وبتجيبني انا مكانه، انت ليه متخيل ان انا اللي اتربيت نفس التربية وتعلمت نفس التعليم وطلعت في نفس المجتمع هبقى مختلف عنه؟ هي دي بس اللي احنا عاوزين نستوعبها. طب عاوزين نصلح، لازم نصلح من تحت، لازم نصلح من الفرد. لو ما قدرناش نبدأ من الفرد صدقني هنفضل دايما في نفس الدوامة، انك بتشيل واحد مش عاجبك تجيب واحد تاني مش هيعجبك، وتجيب واحد تالت مش هيعجبك، وتجيب واحد رابع يعمل نفس الاخطاء. خلي بالك ان اللي احنا بنقوله على رؤساء من 50 سنة هو اللي بنقوله على رؤساء دلوقتي، وافتراضا ان انتقادنا ليهم صح، فليه؟ لان هم طلعوا كلهم بنفس النوع من المجتمع، لأن أنت نفس المجتمع هو مربيك بنفس القيم. وعادة أنا على فكرة بلوم الفرد وبلوم المجتمع أكتر من الحكومة وأكتر من الرئيس. ليه؟ لأن أنا معتقد إن حتى أنت دلوقتي وأنت بتحاول، أنت بتحاول على قد ما أنت قادر، بس اللي أنت قد ما أنت قادر ده مش صح. وهو برضو اللي واقف فوق ده اللي في قمة السلم الوظيفي هو بيحاول على قد ما هو قادر، حتى لو كان مش هو الصح يعني مش هو المثالي، ولكن هو على قد ما هو قادر. طب عشان نوصل للمثالي بقى يبقى لازم نصلح من تحت، لازم الطفل الصغير يتعلم انه ما يغشش في المدرسه، ولازم يتعلم انه لما ينجح مش بينجح بس عشان ياخد الورقه دي، ولكن عشان المعلومات تبقى في دماغه عشان بعد كده يعرف يستخدمها. وده يحصل ازاي؟ يحصل بان الاب والام يبقوا بيتعاملوا صح، ويحصل بان المدرس يبقى بيتعامل بضمير، ويحصل بان الدكتور يبقى بيتعامل بضمير. ولما يحصل المنظومه دي يعني كلنا زي ما بقول تاني كده كل واحد يعمل اللي عليه في دوره الصغير من غير ما يقعد يقول ايه؟ ما اصل رئيسي ما عملش كذا، ما اصل الرئيس اللي فوقه ما عملش، ما اصل الرئيس اللي فوقه ما عملش، وكل واحد بيحاول ان هو انا عاوز ابقى مكان الرئيس ليه عشان اخد مرتب كبير بس، هي دي كل اللي يخصني يعني. وعايز ابقى مفكر ان انا هحل كل مشاكل الدنيا بان انا لو بقيت رئيس جمهوريه. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك يعني هتحل ازاي مشاكل الدنيا؟ وكل اللي انت هتعمله لو بقيت رئيس جمهوريه ان اللي انت مش قادر تعمله دلوقتي من ديكتاتوريه هتعمله لما تبقى ديكتاتور بس.
يعني ما يجي واحد يقول لك ايه ده هو بيستغل نفوذه. ما هو انا دلوقتي برضه انا مش قادر، انا دلوقتي مش قادر الم فلوس للناس عشان اتبرع للامم المتحده، فعاوز ابقى رئيس جمهوريه عشان اتبرع للامم المتحده. طب انا لما بقيت رئيس جمهوريه بقى انا عملت ايه؟ استغليت نفوذي كرئيس جمهوريه عشان اتبرع للامم المتحده بس. لا انت لو انا فالح بقى اعمل ايه؟ اعرف الم للامم المتحده فلوس وانا مش رئيس جمهوريه ولا ايه؟ وانت لو عاوز بدل ما تفكر في انك تحل مشكله معرفش ايه بان الحل ان احنا نغير رئيس الجمهوريه. يا سيد الفاضل لو احنا من 30 سنه بس، مش هقول من 100 سنه، لا خلينا كده من 30 سنه، الافراد اللي كانوا عايشين في نفس المجتمع خدوا بالهم انهم يخلوا ولادهم يتربوا بشكل صح، كان النهارده عندنا رجاله عندهم 30 سنه اصغر مني طبعا في السن وشباب وهيبقوا زي الفل وهم اللي هيبقوا المستقبل، كلهم يبقى عندهم ضمير وكلهم يبقوا بيشتغلوا صح، كلهم يبقوا بيعملوا اللي عليهم من غير ما نعمل نقول ايه على قد فلوسهم، وكلهم يبقوا بيعملوا اللي عليهم بناء على الاتفاق اللي اتفقناه بضمير حتى لو كانت كلمة راجل، مش اني بعد ما امضي على اني هشتغل مدرس ارجع اقول ده فلوس الوزارة مش كفاية واذا كان عاجبكم يا اما لازم اخد فلوس دروس خصوصية وابقى بستحلها. مش بلوم المدرس النهارده لوحده، مش بقول ان هو وحش، هو بيعمل على قد ما هو قادر وعلى قد ما اتربى وعلى قد ما هو شايف ان هو ده والمجتمع كله ماشي كده. لكن لو قدرنا ان احنا نصحح من اول الحاجات اللي هتختفي هيبقى المدرس سعيد بالدخل اللي عنده ومش هيبقى فيه دروس خصوصية، وهيبقى التلميذ بيتعلم علشان ينجح في الحياة مش في الامتحان، وهبقى انا بعمل شغلي بضمير عشان هو ده الصح. خلي بالكم عارفين كده ان انا ابقى بعمل شغل الضمير عشان هو ده الصح، مش علشان رئيس الجمهورية بيتصل علينا كل يوم عشان يتابع ان المتحف معرفش ماشي ازاي او علشان القناة الفلانية معرفش تتحفر ازاي، وكأن انا مش هعمل شغلي ومش هعمل اللي عليا الا اذا كان رئيس الجمهورية بيكلمني. ما ينفعش ده، لا انا هعمل شغلي وهعمل اللي عليا حتى لو كان مفيش حد باصص. ما انا ممكن انا ابقى رئيس نفسي ولا ايه؟ عارف انت اللي بيقول لك اعمل شركة بنفسك انت، ما انت لما هتعمل انت شركة هتبقى انت رئيس نفسك، مين بقى اللي هيصحيك من النوم؟ ومين اللي هياخدك غياب وحضور؟ ولما تروح متأخر مين اللي هيخصم لك؟ لما انا هبقى سلطان زمان، ما انت لو ما عملتش انت كل ده لنفسك لما تكون انت صاحب الشركة، لو ما صحيتش بدري ما انت لا هتبيع ولا هتشتري، خلاص. عارفين كده احنا من واحد تلاقيه مثلا فاتح دكانة وبعدين الناس تروح، يا عم انت كنت قافل بقالك 3 أيام، كل ما نيجي عايزين نشتري صابون ساني نلاقي الدكانة قافلة، وبعدين ترجع تقول لما انا ما كسبتش، ما انت عشان انت قافل يا عم. عارف انت لما هتبقى رئيس جمهوريه هتبقى نايم برضه، الشخص اللي هو فتح دكانه ده وبعدين راح نام ومبقاش يروح يتابعها، ما لما يبقى رئيس جمهوريه هينام برضه. ما تفتكرش ان انت يعني هتبقى هتصبح فجاه كده تبقى مجتهد عشان انت بقيت رئيس جمهوريه وتبقى راجل لا مش صدقني والله ابدا، وتلاقي نفسك بقيت عبقري عشان بقيت رئيس جمهوريه، اطلاقا مش ممكن، مش ممكن. بتقول يعني هو اللي ماسك دلوقتي عبقري؟ يا سيدي احنا مش عاوزين نبقى عبقري، بس هو دلوقتي هو ماسك والوضع مستقر، خلينا زي ما احنا كده واديها، وعاوز تصلح صلح من تحت علشان لما تبقى رئيس جمهورية عندك ضمير تلاقي ناس حواليك عندهم ضمير. لان الدكتاتور اللي مسك الناس وحطهم في الزنازين وضربهم بالسياط في الستينات وما اعرفش ايه، واخد بالك، ما كانش رئيس الجمهورية، يعني ما كانش لوحده، هو ما كانش عنده 800 ألف دراع يمسك الناس بيهم ويحطهم في السجون، ولكن هو لقى ناس بتعمل حتى الحاجة قبل هو ما يفكر فيها. يعني ناخد بالنا، ديكتاتور ما عندوش مليون دراع يحبس الناس فيهم ويضربهم بيهم، ولكنه بيلاقي معاه مليون ديكتاتور. يا رب تكون رسالة الفيديو وصلت، ويا رب يكون الفيديو ما طولش عليكم، وأشوفكم يا رب دايما في فيديوهات تانية جديدة على خير. السلام عليكم.